لكن خلينا نتكلم كمان على خبر مهم جدا كان من فتره طويله، وكان في ان الكاف كان اعلن ان مباراه نصف النهائي هتبقى نوك اوت مباراه واحده، ورجع في لا ده هتبقى مباراتين، وكان كان كمان مهم جدا تحديد الملعب النهائي او البلد اللي هتستضيف المباراه النهائيه. دي اول مره تحصل، كان دايما النهائي بيحصل اياب وذهاب او ذهاب واياب، لكن الكاف قرر انه هيكون في قرعه. وخلينا نشرح شويه ازاي القرعه دي بتتم. دلوقتي القرعه دي طبعا هيكون فيها الاهلي والزمالك والوداد والرجاء، واختار الكاف اجراء القرعه دي ان شاء الله هتبقى بكره، وتحديد ملعب المباراه النهائيه. ده طبعا قبل انطلاق المباريات، يعني ان شاء الله بكره القرعه هيحددوا فيها ملعب المباراه النهائيه. خلينا نتكلم ببساطه جدا، قالوا لو فرقتين من بلد واحده يعني وصلوا للمباراه النهائيه، يعني لو الاهلي والزمالك وصلوا للمباراه النهائيه اكيد هيكون الملعب هو استاد القاهره، ولو مباراتين او الفرقتين من المغرب اللي هم الوداد والرجاء هم اللي هيوصلوا للمباراه النهائيه هيكون المباراه هتقام في الملعب في استاد اعتقد استاد الاستاد في كازابلانكا. لو حصل ان النادي الاهلي مثلا هيقابل احد، يعني هيقابل مثلا للرجاء، يبقى هيكون في القرعه، والقرعه دي اللي هتتحدد بكره ان شاء الله هتكون المباراه النهائيه في يا اما في استاد القاهره، دي ان شاء الله تكون موجوده، وده اللي بنتمناه، وان شاء الله يكون ده السيناريو الواضح. احنا عارفين المباراه النهائيه هتكون يوم 6، ولو الزمالك كمان لا قدر الله ان الاهلي خرج، ممكن جدا يعني الاستاد هيكون يا اما يعني المباراه في المغرب او في القاهره، يا في استاد القاهره يا ما هتتعمل في المغرب، على حسب محمد الخامس على حسب الفرقتين اللي هيوصلوا. ان شاء الله احنا نتمنى ان المباراه، انا على المستوى الشخصي بتمنى المباراه تكون في القاهره ما بين الاهلي والزمالك، لان دوت هيكون طبعا اطراء للكره المصريه بشكل كبير جدا جدا، وهيكون احتفاليه كبيره جدا جدا، وان شاء الله يعني يكون الاهلي بطل فيها. لكن خلينا ما نسبقش الاحداث، القرعه بكره ونشوف ان شاء الله المباراة نصف النهائي هتوصلنا لفين ان شاء الله. غريبك التقليدي ما تقلقش، غريبش ايه المشكله؟ لا بالعكس، يعني في كل الاحوال احنا عايزين نوصل النهائي، يعني بس ان شاء الله يكون لنا ان شاء الله يا رب باذن الله.